Tenez bien quitté, je suis sûr. و الماتا واه عايشين في دار وحده هذو قطرو في الشتاء ما نطعنهمش هذا لو حرك دايرو الفوق واش مو هذا بلان فوق هذا هذا راه عندي الدوله دوك عندي خزري كي تحت النبل قطره هذا روح قدم ما قدام قد النبل انا اشوف شوف هاي كملت القطر هذه يا يونا بيها هنا ياخذوا ولادك ايه هنا يرقدوا ما عندي ما من الدعم الريفي ما تمز ما استفادتش من الدعم الريفي هذه من اللي عطاوها لي ما من التسعينات راه قاعده هكاك جارك قال لنا بلي يعني كي تصب النو ولادك يطلعوا يباتوا عنده واه هذا نسيبي هذا نسيبي هذا تسمى ولادك يطلعوا يباتوا عند نسيبك يصب واه يعني منزل مهترئ وأي للسقوط في قرية الحسينية بلدية الرمكة يعني هذا المنزل هم يعيشوا فيه 6 أفراد الحالة تاعو كارثية يعني كنا جايزين في الطريق قالنا الحاج دهموا عندي للدار دخلوا عندي للدار شوفوا داري ما كناش نتوقعوا أن نشوفوا هذا المنزل يعني هذا الحالة الكارثية اللي أنا نشوفوا فيها كي نقولوا لهم طلقوا لنا الماء تقول لك روحوا للسيد يطلق لنا الماء يقول لي ما راهمش يخلصونا حاشاك لا دوشون ندوشوا لا شهرية راه في 5 دوسيات ولا 6 ما سوا خدمة ما سوا سكنة كون يعطوني عيش سكنة ما نغطي راسي ماني طالبة والو يعطوني عيش سكنة الولية جات ما خلاوهاش تطلع عندنا رحبنا بها وشفناها وصلوها على الطريق وردوها فالحق ضربت علينا وحمات علينا وجات تشوف الشعب وحنا شعبها ونفوتوا على الناس ونبغوا كل حية وما خلاوهاش تطلع عندنا كل ما نملش هذا القاس عيونها عيونك تشوفي بها صوري لا تصوريها نبيعها نشريها صابون وعموم كاش نجيبوا مصروفنا العائلة هذه راهي عايشة ظروف معيشية جد جد قاسية لا منزل يأويهم ولا عمل يعني الاب ديالهم باش ياكلوا يعني ياكلوا من الطين يعني الام تخدم الطين باش تشري والاب يخدم السلل حنا نداءنا نوجهوه للسلطات المحليه لولايه غليزان في بادئ الامر ثم السلطات المحليه ببلديه الرمكه لانتشال هاد العائله من هاد المعاناه اللي راهم يعيشوا فيها يعني معاناه كبيره راهم يعيشوها.